السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، معكم الآن مهارة الكلام، وبجانبي الآن صاحبنا اسمه عمر. إن شاء الله سيكون يعني في الحوار، وأنا معلم وهو سيكون طالب. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل أنت يمنية؟ نعم أنا يمنية. أنا إندونيسية. أنا من إندونيسيا. أهلا وسهلا. هل أنت طالب؟ نعم يا أستاذ. ما اسمك؟ عمر. اسمك بالكامل؟ عمر مريم حسين الأميني. أريد هويتك الشخصية. هذه بطاقتي الشخصية. شكرا.